الآن تشاهدون فريق الجدعان يلتقي بمجموعة من النماذج المضيئة في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية والتي تشارك بأفكار مميزة وفريدة، ونجحوا في تسويق منتجاتهم بصورة متميزة، حيث يطالبون بضرورة تنظيم معارض خارجية لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية لفتح أسواق العالم أمام منتجاتهم. لسه مع حضراتكم في معرض تراثنا بمشاركة 1116 عارض من أصحاب الحرف اليدوية والتراثية، زي ما أكدت السيدة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. معرض عظيم ويستحق أنه يكون تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. دلوقتي هنبدأ مع حضراتكم جولتنا في المعرض، وبجد اللي ما زاروش خسر كتير جداً، ولسه قدامنا فرصة أخيرة لبكرة السبت، وده آخر أيام المعرض. تعالوا في البداية نقابل السيدة رشيدة موسى صباح، وهي رئيس الجمعية مزيونة للمشغولات البدوية في شمال سيناء. هي سيدة مكافحة وبيشتغل معاها حوالي 100 سيدة في بئر العبد، ومنتجاتها السيناوية تحفة بجد، ده بخلاف أنهم بيقدموا صناعات غذائية زيتون مخلل وعجوة وشطة جبارة وزيت زيتون. أنا بشوف شمال سينا بقف، ولما أسمع أن حضرتك مشغالة 100 سيدة في بيتها وبتاخد شغلهم وتسوقيه، تمام، لازم أسمعك. الفكرة من إمتى وبتشتغليها إزاي وبتسوقي فين؟ الفكرة من سنة تقريبا 91 يعني، وأنا كنت بجيب خامات من الأزهر وأروح أعمل الشغل والستات تعملوا معايا ويجيبولي البيت، وانا كنت بسوق في كرداس في المنطقه الشارع السياحي بالظبط، وكان في ناس في الدراسه بيروحوا يودوا الشغل دول الامارات والاردن والحاجات الخام دي. شغلين ايه بقى، عرفيني. بدات الشغل كان في التوب اللي هو السيناوي بتاع ستاتنا وجداتنا القديمه، وبعدين بدينا نطور فيه وبدينا نعمل عبايه وفستان ودريس وبنطلون، مفارش صفره، كل ده يدوي، مفيش مكان. لا يدوي، مفيش مكان، كله يدوي. حضرتك بقى يا حاجه رشيده، التسويق معاك عامل ازاي؟ الناس فاهمة ان ده شغل يدوي بياخدوه كشيء تراثي، بتقنعهم ازاي؟ في ناس فاهمة ان شغل يدوي وبتقدر ثمنه، وفي ناس متخيلة ان تقولك لا ده غالي، لكن هو لو جينا للحقيقة هو احنا ما بنعملش ليه، ما بنحطش عليه حتى نسبة ربح تستاهل التعب اللي احنا بنشوفه، لان احنا بننزل للأسر ونجيب خامات ده عينك تروح وتعب ما اقولكش، بس في مقابل ان هو ده طريقه التسويق بتاعتنا. يعني احنا لولا الحمد لله يعني جهه تنميه المشروعات في شمال سيناء يعني بيساعدنا ان احنا نعرض شغلنا في معرض تراثنا، ده المصدر التسويق اللي احنا شغالين عليه، وبنحاول يعني نتعامل مع ناس على صفحات على الفيسبوك اونلاين، ست تطلب لها حاجه نعملها ونبعتها لها عن طريق ارامكس وماشي الدنيا. انت مرتاحه؟ الحمد لله. محتاجه ايه؟ الحمد لله احنا محتاجين تسويق، محتاجين معرض اكتر. يعني احنا معرض تراثنا ده من السنه للسنه، وبصراحة الحمد لله يعني احنا بنحسه أحلى معرض بننزل، يعني ممكن نفضل نجهز للشغل دوان فيه من السنة ومن أكتر من الست شهور، نبتدي نركز ونجهز علشان الحمد لله بنحس التسويق فعلا. دلوقتي هنقابل فنانة فعلا اسمها بسنت الرئيس، مصممة مشغولات من الفضة والنحاس، وبجد لازم تحلم وانت بتتفرج على إبداعاتها انك تمتلك قطعة منها، هي غالية سنة بس والله تستاهل. بتبدع في تصميماتها وكلها متفردة بيها. بس أنت الرئيس شغلك حلو، أنت مشغولات يدوية فضة ونحاس صح كده؟ الأفكار دي كلها بتاعتك؟ آه. أنت صاحبة التصميمات؟ آه. طب خلينا نتعرف عليك، من هي بس أنت الرئيس؟ مهندسة عمارة، تخرجت من فنون جميلة 2006، بعدها خدت كورسز ان انا انفذ الحاجات دي ازاي اعملها، وبعدين عملت دبلومه للديزايننج، فعلى اساسها بدات ان انا انفذ الحاجات واعملها ديزاين على حسب افكاري انا، لان انا ما كنتش بعرف اشتري حاجات قوي لاني مش بلاقي الديزاينز اللي عجباني. الحاجات دي انت بتصممها في ورشه بيتك؟ اه في اوضتي. في اوضتك؟ يعني عباره عن معدات ايه عشان تشتغلي على فضه؟ الحام في المطبخ طبعا، الاصاج وال يعني زي ما مامتك بتصوت.
اه ده كانت اه بس دلوقتي عشان انا في دهب فانا لوحدي انا انا اللي بتعامل خلاص. عارفه السواق الكلام ده في دهب يعني هو مش سريع بس اه ليه سوق هناك وليه ناس بتابريشيت الحاجات دي قوي يعني. احنا حاجاتنا مش رخيصه بس مش غاليه. لا صح كده؟ السائح اللي يقدر يشتري الكلام ده موجود ولا برضو بتعتمد على المصريين اللي بيزوروا دهب؟ لا السياح اكتر وفي مصريين برضو بتابريشيت بس اكتر السياح طبعا يعني. افكارك بتجيلك ازاي؟ هو مينلي انا بحب الحاجات الفرعوني يعني دي اول روت. لا انت تجاوزت الفرعوني. انا شايف حاجات افريقي وشايف حاجات من اسيا. احنا برضو افريقيا فانا اول يعني اول كولكشن ليا كانت هي الافريقي وبعدين عملت فرعوني وبعدين عملت الحاجات بتاعت البحر. عايزه ايه عشان شغلك يتعرف في العالم كله ان انت بتعملي مشغولات هايله؟ هو لو في معارض بره احنا ممكن نسافر فيها احنا نفسنا نعرض حاجتنا دي تبقى حاجه كويسه جدا جدا طبعا. ولو في اي طريقه ان احنا نصدر الحاجات دي لمكان موثوق فيه ان هو يعرض حاجتنا ما يعني زي ما هنا زي هناك. تعالوا بقى نتعرف على المبدعه امل منصور. بتنحت في الصخر بجد. هي فنانه من الوادي الجديد وبتدخل بنفسها الصحراء تنقي تكوينات ولا أروع وبتنتج قطع نحتية فريدة مستوحاة من البيئة المصرية وتوصفت بأن تصميماتها حدوتة مصرية عظمة بجد. بالمعنى الحرفي أنت اللي بتنحتي في الصخر. الصخور أنت بتجيبيها زي دي كده صخرة أهو زي التهمة بتحوليها لقطع فنية زي دي وزي دي. حاجة تحفة بصراحة بصراحة تحفة. عملت ده ازاي وجبت الحجر ده منين وبتنشيني على الحجر ده تحديدا ازاي وبتختاريه ازاي؟ فاهمينا كده شغلتك. بالفعل انا اكمني يعني احترفت دلوقتي بقيت بقى مش هاوية فبدأت ان انا اختار الحجر لازم بنفسي على حسب متطلبات. منين بتنزل الصحراء تجيبيه؟ بروح بنفسي بجد لازم اروح بنفسي ادخل الصحراء انقي الصخره بعناية انا علشان الصلابه بتاعتها صلابه معينه تبقى مش ضعيفه وتبقى متماسكه تكون بكتل معينه متكتله. ما مش بحب الحاجه المفتحه. انت بتحسيها بايدك؟ وبحسها بايدي وبعناية كمان اللي هي نظره فيها ان هي بيبقى عارفه ان القشره دي هيجي تحتيها تدرجات لونيه تدرجات له الوان طبيعيه في الصخره. طب احنا اتقابلنا قبل كده في قرية تونس في الفيوم. ايوه صح. كان في معرض كان بينظمه البنك الاهلي المصري. كان للحرف اليدوية. ويومها ابهرتينا باللي انت عاملاه من الحجر الرملي. النهارده حققنا ايه بقى؟ احنا بقالنا مثلا بتاع سنة. ده يعتبر انا كنت لسه في بداياتي كنت بعمل مجسمات كنت لسه يا دوب بادئة عاملة بيت من الحجر الرملي بيت تراثي من بيوت الوحيد. وبعدين وكان في قطعتين خشب نخل بيوت. لقيت الناس طبعا في تونس مقيمين اجانب وخدوا الشغل ده بدات اتطور بقى. بدات تصدق ان ده ممكن ايه ده ده بيتباع يا جماعه بيتباع اتطور فعلا بدات اشوف هم حابين ايه مني اشتغل لهم ايه. بدات اشتغل مجسمات البيوت التراث الوحاتيه دي لان فعلا هي الصخره هويتها وحيد وصحراء. اقول لك حاجه انت شغلك ده بيتصدر بره وبيروح بيتباع بارقام كبيره جدا. بس مش بعرف انا اصدره ولا ابيعه لسه. طب انت بتبيعي دلوقتي او بتسوقي دلوقتي ازاي؟ بسوق من خلال معارض كبيره زي ديارنا وتراثنا. بس ديارنا وتراثنا الاثنين بتشاركي فيهم. واحنا في معرض تراثنا لفت نظرنا بشده العارضه وفاء عجبي مديره شركه نون لانها بتشرح لكل حد يعدي من قدامها القيمه الفنيه لمنتجات شركتها. مبدعين في الخط العربي بالمعادن يعني بيشكلوا المعادن على طريقه الخط العربي وكله شغل يدوي مذهل بجد. دي فكرتنا. مظبوط. ازاي نشتغل الشغل العربي الحروف العربيه بشكل بديع جدا وننزل بيه في كل اسواق العالم. هايلين بجد. مجموعه كبيره من الورش وفي ورشه كبيره جدا وشغل رهيب بتعمل على مدى سنوات طويله عشان نطلع منتج بالدقه دي. عايز افهم نون والقلم وما يسترون. صدق الله العظيم. افهم بقى بدأناها ازاي؟ احنا بدأنا اصلا من حوالي 36 سنة. كان نبيل عبد الظاهر صاحب المؤسسة هو اصلا بيشتغل في احياء الحرف اليدوية والتراث القديم في النوت بوكس. كان بيرجع الستايل النوت بوك والفوتو ألبومز وكل حاجة بس بشكل عصري وحديث الناس تستسيغه يعني وتحبه اكتر.
فجت لنا فكرة نون آرت من 20 سنة بالضبط، إننا عايزين نرجع الخط العربي بس بشكل شيك قوي ولطيف ويعيش، ما يرجعش يندثر تاني طبعا. فكان مهم عندنا إننا نرجعه على منتج، على خامة ماتيريال كده يكون قوي ويستحمل. فاخترنا النحاس عشان حاجة قيمة، هو من المعادن القيمة برضو بعد الفضة والذهب طبعا، فهو بيعيش وبيستحمل ولا بيصدي ولا بيتغير ولا بيحصل له أي حاجة، بيبقى نيكل بليتد كمان أو جولد بليتد عشان يفضل برونقه وبلمعانه طول الوقت. ريلي دي أنا معرفتش. أحبة قلبي والمحبة شافعي. الله أكبر. يعني هو كل قطعة بيبقى معاها الجارانتي بتاعتها، مكتوب فيها الشعر اللي محفور ومكتوب فيها الدايمنشنز وكل تفاصيل المنتج، يعني ده ضمان. يعني انت بتديني كمان حاجة بتشرح. آه طبعا. انت واخد قطعة ذهب. آه بالزبط، حاجة قيمة بخط قيم بشعر قيم تعيش معاك العمر كله. ما يحصل لهاش سؤال حاجة. ده شغل يدوي؟ آه يدوي 100%. عفلها ازاي؟ لحمها ازاي؟ دي شطرتنا. انا عمال اتفرج ان اوصل للحم بتاعها منين، مش عارف عملها ازاي اليدوي ده. احنا معانا ناس فعلا ايديها تتلف في حرير. كم ورشه بقى بنشتغل فيها وكم ورشه شغال معانا؟ احنا ورشتنا الاصليه اللي هي موجوده في مصر القديمه هي ورشه بقالها الحمد لله 40 سنه، كبيره قوي تمام، شامله كل ده، كل الفينش بيحصل فيها بالباكجينج بالضمان بكل حاجه بيحصل بيتم في الورشه دي. انما بقيه الورش التانيه دي ورش بنستعين بيهم، والناس دي في ناس منهم في اقاليم بنودلهم التولز والماتيريالز يشتغلوا ويعلموا اولادهم، وناخد منهم ونقفل عندنا. من المنوفيه وتحديدا من اشمون قريه ساقيه ابو شعره، هنقابل دلوقتي ملوك السجاد الحرير، والبدايه مع الحاج رجب ناجي. منتجاته زي الذهب وكل ما بتقدم بتغلى، وحرير 100% ولا كلمة، وهو يستحق اللقاء فعلا. لحضراتكم ملوك السجاد الحرير. تمام يا فندم. صح كده؟ تمام يا فندم. ليه ساقيه ابو شعره؟ احنا يا فندم احنا تورثنا عن يعني عن الاباء حضرتك. يعني انا حضرتك عندي 55 سنه، بقالي حوالي 50 يعني وانا بشتغل سجاد، وانا عندي 6 سنين يعني، وانا عندي مثلا 48 سنه في صناعه السجاد اليدوي حضرتك. فاحنا اشهر قريه، يعني احنا اشهر قريه على مستوى العالم كله، القريه الوحيده اللي بتنافس ايران في انتاج السجاد. بل الحمد لله احنا الانتاج بتاعنا يفوق السجاد الايراني كمان، يعني عندنا الصبغه طبيعيه والوان طبيعيه 100% حضرتك. طب ايه بقى السر ان السجاد الحرير ده يبقى اغلى سجاد في العالم؟ طبعا يا فندم بالنسبه للماده الخامه بتاعه الحرير، لان طبعا اغلى حاجه في الدنيا ايه حضرتك؟ الحرير. الحرير ده عامل حضرتك زي الذهب بالظبط، يعني قيمه الحرير قيمه الذهب زي قيمه الحرير حضرتك. فطبعا ايه كيلو الحرير كان زمان من حوالي مثلا 20 سنه كان ثمن الكيلو الحرير بيعمل 60 جنيه و70 جنيه، دلوقتي ثمن الكيلو الحرير بيعمل من 1800 ل 2000 جنيه كيلو. طب السجاده بتاخد كم كيلو حرير؟ يعني المتر بياخد له من 4 ل 4 كيلو ونص. يعني انا لو هعمل لو عايز اعمل سجاده حرير مثلا 3 في 4 يعني 12 متر. 12 تمام. احسبها ازاي بقى؟ مثلا شوف بقى الكيلو حضرتك بقى اضرب بقى ال 12 في 4 ونص بحوالي مثلا 54 كيلو حرير. في كام بقى؟ في كام بقى؟ في 2000 جنيه من مثلا 1800 ل 2000. يعني هي مبدئيا كده داخله لها ب 100 و 100 جنيه بس، 100000 100000 من 100 ل 110 حرير بس. الحرير الطبيعي حضرتك حضرتك على الحرير الطبيعي اللي هو 100%. في دلوقتي بقى السجاد التقليدي دلوقتي حضرتك اللي هو طبعا بالنسبه اللي هو السجاد بيقولوا عليه حرير، هو اسمه سجاد قطن مخلوط، اسمه حرير يعني قطن حضرتك ايه؟ 8 الكيلو بيعمل 50 جنيه. يعني احنا كل الحرير بتاعنا مستورد من بره. من بره كله حضرتك. فين بقى، الصين ولا الهند؟ الصين، الهند، اليابان حضرتك. بس يعتبر اكتر بلد بنستورد منها اللي هو الحرير اللي هو الحرير الصيني. بص لو هنستورد ونعمل قيمه مضافه، يعني انت لما تجيب الحرير ب 2000 جنيه وتبيع لك سجاده ب 150000 والعالم ياخدها منك اهلا وسهلا. تمام يا فندم. يا عم استورد، ما انت عامل قيمه مضافه. تمام يا فندم. بس حضرتك كنا زمان اول السجاده الحرير دي اللي كنا بنبيع متر زمان ب 4000 جنيه و3000 جنيه المتر، كان كان الحرير مثلا كان الكيلو بيعمل ايه 200 جنيه 250 جنيه واحنا كنا بنكسب. احنا دلوقتي كان المتر الحرير الطبيعي المتر يعمل 18000 جنيه اللي هو حضرتك 81 عقده. طب لينا سوق بره؟ احنا بس كل اللي احنا عاوزينه ان احنا عاوزين الماده الخام. الماده الخام دي لما تتوجد هنا اما الحرير اما الحكومه جبنا اما الحكومه جابلنا الماده الخام يعتبر كل حاجه عندنا بقى كويسه. كمان هنقابل من جناح ساقيه ابو شعره وائل عادل ناجي، وهو من صناع السجاد الحرير. وخلي بال حضراتكم الجدعان دول بنفس السجاد الايراني الاغلى في العالم، لكن احنا باختصار الاجود وبنشتغله غرزه غرزه، وبنصنع طبلوهات مش سجاد، ويستحق كل مليم بيدفع فيه. انت من اهم الناس اللي بتصنع الحرير او السجاد الحرير. تمام كده. تمام. عجبني حاجتين. تمام. اولا انك بتحاول تفهم
العالم وصل فين تمام. في صناعة سجاد الحرير تمام. وبتشتغل من حيث انتهى الآخرون. طب أنت لا بقى العمال اللي يكملوا المسيرة؟ يعني هي دلوقتي الصناعة طبعا بتنكرد لأن هي صعبة، يعني هي صناعة صعبة شوية، فبنحاول الجيل اللي جاي بنحاول نعلم يعني عشان إيه بقاش زي الأول. كنا المصنع عندي مثلا بموجود مثلا الناس شغالة على النوال، وفي أطفال تانية صغيرة يعني من سن 10 سنوات كده بيبتدوا مثلا إيه ياخدوا فكرة بتاع. دلوقتي بقاش حد يبعت حد، بقت تنكرد يعني عامة. يعني دلوقتي زمان كانت الشغلانة دي مصدر جذب، واحد بيعمل سجاير ب 30 40 الف جنيه تمام. النهارده عدت ال 100 تمام. بس 30 40 الف جنيه كان بياخد فيها لقمه عيش كويسه رغم التعب تمام. رغم يعني التعب. ممكن يقعد من الصبح بالليل عشان يعمل شريط اربع خمس غرز بطول السجاده. بطول السجاده تمام. صح كده تمام. دلوقتي الشاب ده بتعمل معاه ايه عشان تقنعه يستمر؟ بقنعه بزود له الاجره طبعا شويه، يعني السعر الاول يعني يكون الاول المتر كان بيصنع مثلا ب 3000 جنيه، النهارده بقينا نصنعه ب 6 الضعف عشان اجيبه يقعد يشتغل يعمل لي سجاده، لان طبعا الحاجه اليدويه بتنكرد، فبنجيبه بنعلي السعر شويه عشان يعمل لي سجاده بدل ما يطلع يشتغل في اي شغلانه ثانيه مثلا في شركات امن وحاجات من ده، فبنجيبه يعمل لي حاجات يدويه. طب اسالك سؤال ثاني، اتفضل. التحدي بتاعنا فين؟ يعني حاجه عندنا الخيمه يعني دي من بره، دي اول حاجه. دي بتيجي دلوقتي غاليه، بتيجي غاليه اولا. كانت بكام والنهارده بكام؟ يعني كان الاول كيلو الحرير الطبيعي كان ب 200 جنيه، النهارده كيلو الحرير ب 2200 جنيه. الطاقه كام سنه يعني؟ في سنتين ثلاثه تمام. من 200 ل 2200، من 2000 ل 2200 تمام. مش موجود كمان يعني. تاني حاجه موضوع التسويق، موضوع الصنايعي بقى كنا ايه اللي مطلوب للتسويق؟ التسويق طبعا المعارض، اول حاجه المعارض يعني يشوفونا معارض، يعني معرض زي معرض تروسنا كده احنا ثالث مره نشارك فيه، والحمد لله يعني بنقابل الزبون اللي هو فاهم يعني يعني ايه سجاد يدوي، بيبقى يعني عاجبه بيشتري سجاد ايراني، ولما بيشوف السجاد بتاعنا بينبهر بيقول بجد فعلا مصر فيها يعني ناس بتاعت الشغل وناس صبوره. التجار اللي كانوا بياخدوا مننا راحوا فين؟ موجودين في القاهره بس بقى يستوردوا السجاد من بره، طبعا بيجيبوا هم الذوق العالمي فبيجيبوا السجاد من بره على طول. طب قولوا لنا احنا عاوزين مثلا رسمه معينه اعملوها صناعيه، بتوع السجاد بتاع السجاد ابو شعره اعملوا السجاد رسمه معينه، المحلات مثلا الكبيره هنعمل لهم طبق الاصل واحسن كمان. اللي قدام حضراتكم دي اسمها ايمان سعيد، من احدث الوجوه اللي انضمت لمعرض تراثنا، بتعمل اكسسوارات منزليه تحفه، وحكايتها حلوه لانها بدات من 7 شهور بالكتير وكنا لازم نجمد قلبها. استاذ ايمان سعيد، سنه اولى تراثنا صح كده؟ سنه اولى وسنه اولى او 7 شهور في الشغل اليدوي. في الشغل اليدوي تمام مظبوط كده. طب اتعرف على حضرتك بقى، وايه اللي خلاكي اتجهتي للشغل اليدوي ده؟ انا ايمان، كنت بشتغل في مكتب هندسه شاري صبور، استقلت من فتره وبعدين بناتي اتجوزت، فقلت قاعده زهقانه ومش عارفه اعمل حاجه. انا عشان غاويه حاجات ديكور وتفصيل ورسم وكده، فبنتي الحقيقه شجعتني جدا وقالت لي يلا ونعمل صفحه على الانستجرام وابتدي شويه بشويه، فابتديت اشتغل وربنا بقى يكرم. اول مره بتعملي ايه بقى؟ قولي لنا بقى الحاجات اللي بتشتغليها وخاماتك ايه؟ خاماتي كلها خشب ومرايات واحجار، وكل حاجة معمولة من A to Z بإيدي ما عدا تقطيع الخشب، بقطعه في ورشة بديله الرسمة وبيقطع لي الرسمة اللي أنا عايزاها، وبروح أصنفر وأدهن سيلر عشان ورشة في البيت يعني. يس، عاملة ورشة في المطبخ. بس على فكرة والله يعني لو شفت أي حاجة عندي لقيت ليها شبيه، لأن أنا حتى فكري بنزل أشتري خامات وبشتغل مش أكتر، يعني بحط الحاجة وأفضل أجرب وأقوم أسيب الشغل وبعدين أرجع أفكر في حاجة تاني، بنام وأحلم بالحاجة وأصحى أنفذها. اللي قدام حضراتكم دي بقى مهندسة ديكور من العيار التقيل بجد، اسمها مروة عصام، ومركزة جدا في تجديد أي أساس منزلي وبأفكار محدش يتوقعها. المهم إن الكرسي أو السرير أو الدولاب اللي عند حضرتك وكنت ناوي تبيعها بملاليم لبتاع ربابيكيا، اوعى تفرط فيها، مروة عصام تقدر ترجعهم زيرو بجد. بتقولي لي أنا أقدر أي قطعة أساس قديمة أطورها وارجعها لحالتها الطبيعية زيرو؟ طبعا. صح كده؟ في أي بيت؟ في أي بيت. طب فهميني المجال ده بقى، حضرتك احترفتيه امتى؟ ورشك فين؟ بتشتغل عليها ازاي؟ ازاي بترجعي حاجة المفروض انها متهالكة لحالتها الأصلية؟ أنا خريجة فنون تطبيقية، تصميم داخلي وأساس. بدايتي من أيام الكلية، باخد القطع القديمة من الناس علشان خاطر أخلي الديكور بتاعها مناسب للذوق اللي هو عايزه العميل، ولو جددت ديكور مكان فأنا بحتاج أن أنا أغير الألوان بتاعت المكان دوت، بحتاج أغير كمان ألوان الفرش بتاعه، فبيبقى كله منظومة مع بعضها، أن أنا باخد الحاجة أعملها ريسايكل باتفاق احنا الاثنين مع بعض، وبعدين اختيار الوان، اختيار ديزاين، صور المكان، باخد منه صور المكان القديم عشان خاطر اعمل قطعه
تبقى مناسبة للديكور الجديد. ورشتي في التجمع، باخد الحاجة طبعا عندي في الورشة علشان الموضوع بيحتاج طبعا إمكانيات كتيرة. موفرة كمان في الورشة في التجمع كل الأدوات اللي الناس تقدر تجدد هي كمان حاجات بيتها. يعني البيت المتهالك أو البيت اللي هو الناس تقول قديم وروح بقى نجيب جديد وندفع فلوس كتير قوي، انت ممكن توفري لي قد ايه لو اشتغلتي بالفكر ده؟ اكتر على نفس الاساس وبتغير شكله اكتر من 60%. 60% وتديني بيت جديد تماما، ودي لك الحاجه جديده تماما، نظرا لان دلوقتي الاسعار مريبه. مرعبه والله، مش مريبه، هي مرعبه، يعني هي مخيفه. احنا بنخاف نسال على الاسعار. الناس فعلا بتبعت لنا، لان هم ده شكوتهم ان اي حاجه جديده الرقم تقريبا مضروب في 4، فالدنيا صعبه. فعشان كده كلنا خلاص ما حدش فينا بيقدر يجدد مثلا كل شويه في بيته، خصوصا الناس اللي بتحب تجدد كتير. هنجيب منين كل ده نغير بالارقام دي؟ مره تانية لفت انتباهنا ابناء شمال سيناء شيماء خليل. اي مخدات او كوشنز او مراتب او مفروشات تقدر تغير شكلها وتخليها تحفة وبجودة وفينش بتاع مصنع، رغم إنها بتشتغل بمكانتين بس هي وأختها في البيت. تخيلوا، وبجد مش ملحقين على البيع. كل اللي خارج من معرض تراثنا شايل المخدة اللي بتمنع الحسد. دي عندك القدرة إنك تخلي كل حاجة ببيتنا حلوة، مخدات، شنط، مفارش للسفرة، كل حاجة بتحطي عليها لمسات كل حاجة بتخليها في حلوة، صح كل كده؟ حاجة في البيت. بدأنا الشغل ده من إمتى؟ بقالي تقريبا سنتين، مش اكتر من كده، سنتين. بتعمليه في البيت؟ بعمله في البيت. والبيت ورشه ولا ايه بالظبط؟ لا افهم، يعني هي اصلا اللي انا شايفه ده معناه يعني تفرشي لحاف تشتغل عليه. يعني هي البدايه كانت ما كانت ماما موجوده في البيت، بنخيط عليها ونعمل غرزه التطريز عليها، وعامل لي كل الانتاج ده. كل الانتاج ده وبتبيعي وفي شغاله اونلاين بقى من اول ما بدات المشروع سنتين، شغاله اونلاين من البيت. ابعت للقاهره، ابعت للاسماعيليه، في المحافظه عندي في ناس كتير قوي انبهرت بالشغل ده، يعني مش مصدقين ان الشغل ده موجود في العريش. الحشو ده عباره عن ايه بقى؟ فايبر. وانت بتعمليها من اي تو زد، مش كده؟ من الاول، من اول الفكره لغايه النهايه، من اول التصميم على ورقه لحد التصميم على اللحاف بالقماش. انت واخواتك؟ انا واختي. سرير طفل تغيريه كله، جوانب، ملايه، حوائط، تعملي لوحات ليها، مخدة، في ناس بتطلب مخدات عليها الاسم، لحافات عليها الاسم، بتبقى هدية كده مميزة للبيبي. كل حاجة للبيبي، طبلات لو عايزة احطها على السرير، كل حاجة، سويت الرضاعة، مخدة رضاعة، كل حاجة جديدة للبيبي بعملها. دلوقتي تعالوا نتعرف على حكاية تحفة، قصة نجاح في قلب الصحراء في إنا. الشاب رائف بشاي من سوهاج هو بطلها، تخرج في كلية التجارة لكن طول عمره نفسه يزرع، وفعلا بقى عنده مزرعة اسمها أورجانيكو إيجيبت في قلب إنا في المثلث الذهبي، وكمان صنع منتجات من زيوت الجوجوبا اللي بيزرعها. حكايته حكاية. رائف بشاي، عجباني الفكرة. شاب سافر لإنا، هو من سوهاج، سافر لإنا خد 20 فدان وقدر يزرعها بالكامل، والنهاردة عنده منتج نهائي. مظبوط. صح؟ مظبوط. صابون أورجانيك. مظبوط. المزرعه اسمها اورجانيكو ايجيبت، انت مدلع حتى الاورجانيك. بالظبط. وعامل زيوت حلوه جدا، انت بتقولي لما سافرت بره الفيدباك كان هايل، الناس كلها قالت ممتاز جدا الزيوت دي. ده صحيح، ده صحيح. طب احكي لي بقى الحكايه كده، وعارف ان في كام وجعه كده انا عايز اسمعهم. ببساطه كده، هي قصتنا قصه غريبه شويه. لكن هي بتبدا انه بعد ما اتخرجنا من الجامعه، بعد ما خلصنا كليه تجاره، كان نفسنا ان احنا نزرع، نبدا نحقق الحلم اللي جوانا اللي هو كان الزراعه. ليه؟ لانه احنا نشأنا في قريه جنب النيل وبنزرع من صغرنا، وسوهاج ما فيهاش اراضي، وسوهاج اراضيها جنب النيل صغيره جدا، اللي هو بالايراط والايراطين والكلام ده. طبعا احنا نفسنا نزرع، يعني كل احلامنا نحققها في الزراعه، لانه احنا حبينا الزراعه من صغرنا وعايزين نكمل في الموضوع ده. طيب نعمل ايه؟ يعني عرفنا انه طيب في صحراء وارض صحراويه، لكن هنا فرك الكعبه من سوهاج قريبه شويه. بالظبط، هي قريبه، لكن احنا ما كانش عندنا اي خبره خالص في استصلاح الاراضي، يعني لا مثلا ميه مالحه، ما كناش نعرف، كنا فاكرين انه الميه كلها واحد، حاجات كتير طبعا فهمناها بعدين. الملوحه عندك قد ايه؟ الملوحه عندي 3000 ذره في المليون، ودي حاجه 3000 جزء في المليون. على فكره معقوله بيتزرع عليها، يعني يصمد معاك النخيل، يصمد معاك الدراجون فروت، محاصيل كتيره جدا تنفع معاك. صحيح، لكن كشباب لسه متخرج ما عندوش اي امكانيات، كان بيدور على اقل امكانيه
يبدأ بيها. أقل شجرة إيه؟ لكن بدينا بزراعة الزيتون. تمام. على أساس أنها الشجرة مش مكلفة كتير وفي نفس الوقت بتستحمل ملوحة، لكن طبعا في وقتها ما كناش نعرف أنه أكيد مطلوب الزيتون، لكن ما كناش نعرف أنه الزيتون مش ناجح في الصعيد قوي، الصعيد الجواني اللي هو هنا، لأنه درجة الحرارة كبيرة. وطبعا لو احنا قلنا أنه الزيتون محتاج صح حوالين البحر المتوسط، ده الخريطة اللوكيشن بتاعه هو حوالين البحر المتوسط. طبعا عرفنا المعلومات دي بعد ما زرعنا الزيتون وحاولنا فيه مرة واثنين وثلاثة واربعة، وبناخد منه بشائر صغيرة وبشائر قليلة جدا او انتاج قليل جدا، فده طبعا وقت كتير ومعافرة كتير، فتحديات كتير طول الوقت، في تحديات تحديات تحديات، واحنا كشباب لسه بتبدأ حياتنا. زرعت الجوبة صح؟ بصراحة لان الانتاج كان قليل، فروحت للشركات اللي هي بتهتم بالأورجانيك، قلت لهم أنا عندي محصول مش هتلاقوا زيه في مصر، لأن فعلاً ما فيهوش ذرة كيميكالز ولا مبيدات ولا فيرتلايزيشن ولا أي حاجة غير سماد عضوي جداً. فقالوا لي أوكي تمام، بس إحنا محتاجين شهادة. روحت حللت البذور بتاعتي وعملت شهادة من وزارة الزراعة وقلت لهم اتفضلوا، قالوا لي فعلاً ممتاز، بس يعني السوق نايم والسوق صعب. طب وبعدين اعمل ايه؟ بديت ادور هو البذور دي بستخدمها في ايه، الجوجوبا دي بتستخدم في ايه. عرفت انها من افضل الزيوت في العالم واهمها للكوزماتكس وللبشره وللشعر ومستحضرات التجميل. طب تمام، طب انا ما عنديش مصنع، ما عنديش الخبره ان انا ادخل في المجال ده، اصلا عند الغير، بس انا ما عنديش انا مش راجل كيميائي، بس قلت طب خلاص ابدا حتى ابيعه كماده خام، كماده خام اورجانيك، كزيت عضوي بيور 100%، فبالتالي الناس هتقدر الحاجه دي. وفعلا بديت اعمل المنتج بتاعي اللي هو ده. كده خلصت جولتنا في اشهر معارض الحرف اليدويه والتراثيه في مصر والوطن العربي. قابلنا العارضين من مختلف القطاعات اليدوية الحرفية والتراثية، وكمان شفنا عارضين من دول عربية، أكتر من 15 دولة قدمت أبنائها من أصحاب الحرف اليدوية والتراثية. وفعلا كل جدعان مصر والوطن العربي يستحقوا دعم دولهم ويستاهلوا النجاح.